بمناسبة احتفالات بلادنا بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، دشن مكتب المالية بمدينة تعز برنامج تدريبي لتحسين الأداء الوظيفي، وذلك بمناسبة هذه الاحتفالات. للتفاصيل أكد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على نوعية التكريم الذي يقوم به مكتب المالية مع تدريب الكادر لتحسين الأداء الوظيفي، وخصوصا الاهتمام بالكادر البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال احتفال تكريم المبرزين والعاملين في مكتب المالية بتعز مع تدشين البرنامج التدريبي العملي لموظفي المالية للفترة من نوفمبر وديسمبر. وإن أفضل استثمار هو حاليا طالما هناك تدشين لدورة تدريبية جديدة، فإن من أفضل الاستثمار هو الاستثمار في العنصر البشري، فالتدريب يعتبر الوسيلة الأولى أو أهم الوسائل في عملية التنمية المستقبلية، ويجب ولا يعني انتهاء الدورة التدريبية فقط، لكن نريد أن ننقل خبرات هذه الدورة إلى العمل ويكون هناك تميز والتغير في الأداء إن شاء الله في المستقبل. طبعا نحن أردنا من هذه الفعالية أن تكون ذات شقين اثنين، الأول تدشين برنامج تدريبي لموظفي وموظفات مكتب المالية. يشتمل هذا التدشين على محاضرة عملية تطبيقية خلال 8 محاضرات سيأخذها المتدرب، والغرض منها التنشيط واستعادة الروح الوظيفية بشكلها الحقيقي وتهذيب النفس الأخلاقية تجاه وظيفته. ثانيا لدينا المكرمون الأول من مايو، لم نستطيع خلال شهر مايو أن نعمل حفل التكريم بسبب جائحة كورونا فأجلناها إلى الآن. أيضا المكرمون المبرزون لعام 2019 والمبرزون أيضا للثلاث الأرباع من عام 2020. هذا التكريم هو التكريم لكل النماذج داخل مكتب المالية وكل المبرزون والمبدعون، حتى نستطيع أن نعطي لمسة معينة للموظف والموظفة داخل مكتب المالية. ويأتي هذا الاحتفال تكريما لاحتفالات شعبنا اليمني للأعياد الثورية اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي تهتم بتأهيل القوى البشرية لتعمير اليمن. والله هذا تقدير لجهود الموظفين بالمالية، ونشكر المدير العام أنه يهتم بجميع الموظفين كامل من غير استثناء. والله فرحة كبيرة أنه نحس أنه المدير يتابع موظفينه، سواء كان مدير أو مختص أو رئيس قسم، حافز وتشجيع للعمل ونخرج إبداعاتنا. عندما تستشعر المالية مسؤوليتها تجاه العاملين بتدريبهم وتكريمهم، هذا جزء لا يتجزى من أجل التحفيز والعمل في محافظة تعز. نعيم خالد، قناة عدن فضائيات، محافظة تعز.